العالم أمام كارثة حقيقية إذا لم تتحرك الدول لمواجهة التغير المناخي. تحذير أممي ودولي أطلق في النسخة السابقة من قمة التغير المناخي COP26 في غلاسكو عام 2021. فهذه الفيضانات والبراكين والزلازل وغيرها من الكوارث التي تجتاح العالم ولا تزال هي التحدي الأكبر الذي تسعى دول وفي مقدمتها مصر للبحث عن حلول عاجلة وعملية للحد منها. لقد كان للحكومة المصرية السبق في وضع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في نهاية عام 2017 تماشيا مع إطار سنداي والأطر العالمية لما بعد عام 2015 كاتفاق باريس للتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة. إحنا بنحط الأفكار المصرية التي تساهم في هذا، لأن بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية لكل الجهات تشارك في وضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع المناخ والبيئة من ناحية ولإنجاح هذا المؤتمر العالمي القومي المهم جدا. مصر لم تدخر جهدا في السنوات الأخيرة لتقدم للعالم نموذجا متكاملا للاعتماد على الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي إطار تلك الجهود تعقد هذه الورشة التي ينظمها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد COVID-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة. مصر عملت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث في 2010، وأيضا عملت تحديث لهذه الخطة في 2017. اليوم الحقيقة احنا حريصين ان احنا نجهز بحيث ان احنا في 2022 ان شاء الله خلال الاشهر القادمة نطلق الاستراتيجية الجديدة الوطنية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، وفي اطارها يتم دمج مخاطر الاوبئة البيولوجية والكوفيد-19. محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح وغيرها من المشاريع القومية المعتمدة على الطاقة النظيفة كلها اسلحة استعدت بها مصر جيدا للسير على درب الاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية متكاملة لبناء القدرة على مواجهة الكوارث والحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة من خلال دمج الأخطار البيولوجية وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات. تستعد مصر في عام 2022 لاستضافة أكبر تجمع لمواجهة التغيرات المناخية، وورشة اليوم هي خطوة على هذا الطريق الذي يبحث فيه زعماء العالم عن إيجاد حلول لتلك الأزمات التي تهدد البشرية. عمرو أبو جبل، مصر جديدة، ETC.